السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم موقع جديد فتح اليوم، إنه من أفضل سكريبتات المواقع. مثل هذه المواقع تظل مفتوحة أكثر من 3 أشهر أو 5 أشهر. هنالك مواقع سجلنا فيها وإلى حد الآن نقوم بالسحب منها. شاهدوا معنا. إذا ما علينا إلا الضغط على الرابط أسفل صندوق الوصف، ثم الضغط هنا لإنشاء حساب جديد. نضع اليوزر نيم، الفول نيم، الباسورد، الإيميل هنا، ثم ندخل. شاهدوا عندما الدخول الموقع يقوم بإدائنا 0.05 LTC قابلة للسحب دون أي إيداع، يمكننا سحبها بكل سهولة. كما يقوم موقع بإهدائنا 1 USDT ليبدأ لنا التعدين المجاني. شاهدوا معنا هنا، يقوم بإهدائنا 1 USDT ليبدأ التعدين المجاني، وهناك 0.05 USDT بعملة اللوت كوين الذي يمكن لنا سحبها دون أي إيداع. هناك أيضا خاصية الباونتي في هذا الموقع. شاهدوا معنا أنه يقوم بإهداء نسبة محترمة من الأرباح عندما تقوم بالترويج موقعهم على الفيسبوك، على التليجرام، أو على مواقع أخرى، ويجب علينا احترام شروطه. للإيداع في الموقع شاهدوا هنا عدد الخطط، لكم حرية الاختيار. أنا سأقوم باختيار الخطة الأولى، نضغط هنا Select، ننزل للأسفل. أقل شيء للإيداع هو 10 دولار أو 10 USDT. نكتب 10 USDT ونختار الطريقة التي نرغب في الإيداع فيها. نحن اخترنا TRX20، سنقوم بالإيداع على هذه الشبكة. والآن نقوم بأخذ هذا، نقوم بأخذ أدرس هذه الأدرس ونرسل إليها 10 دولار. شاهدوا معنا، لقد وصل الإيداع بنجاح وبدأ التعدين، وقام بأدائنا 0.3 دولار كهدية وبونس لتسريع التعدين. يعني نحن قمنا بإيداع 10 USDT، الموقع أهدانا من الأول 1 USDT، وعند الإيداع أهدانا أيضا 0.3. نقوم هنا بوضع روابط محفظتنا هنا، ثم نكتب، ثم نعيد كتابة الباسورد هنا ونضغط. والآن لنذهب لنسحب بونس اللايتكوين، نضغط هنا، نكتب المبلغ 0.05، نضغط هنا. شاهدوا سيصل لنا هذا المبلغ بقيمة اللايتكوين، نضغط هنا. والآن علينا الانتظار قليلا ليصل لنا السحب. سارعوا على هذا الموقع، إنه من أفضل المواقع وتكون صديقة وطويلة المدى. وأمل أن تكونوا فائزين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.